المذي طاهر، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع على ثوب مني وكان رطب نضحه بالماء رش فقط، وإذا كان جاف يحثه ويزيله، مفهوم؟ طيب، غير المغلظة والمخففة نجاسة متوسطة، كل شيء كل شيء غير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء والمذي والمني وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، بول الجارية متوسطة، رش وعصر، نعم، بول الآدمي متوسط. طيب، هذا باختصار أمور عن الطهارة. عندنا حدث أكبر، حدث أصغر. حدث أكبر يكون بالاغتسال، وذكرنا أن الاغتسال عندنا اغتسال مستحب كامل واغتسال مجزئ. نعم، الاغتسال المجزئ أن ينوي، يسمي، يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، مجزئ. اغتسال كامل مستحب، يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين، يسمي، يتوضأ، وضوء الصلاة حتى يصل إلى رأسه، يرويه بالماء، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه. هذا اغتسال مستحب أو كامل، هذا أنواع الاغتسال. الوضوء تقدم معنا، ينوي، يسمي، يغسل الكفين استحبابا وفي نوم الليل وجوبا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، يغسل الوجه مع تخليل اللحية وجوبا إذا كانت خفيفة، وإذا كانت كثيفة استحبابا تخليل، ثم اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين، اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتي في صماخي أذنيه، ويمسح بالإبهام ظاهرهما دون أن يأخذ ماء جديد للأذنين، ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ويخلل الأصابع الرجلين بخنصره استحبابا، اليمنى ثم اليسرى، يتوضأ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات، ومسح الرأس ليس فيه إلا مرة واحدة. هذا ما يتعلق بكتاب الطهارة ماذا؟ إجمالا. يبقى معنا الماء. الماء طهور ونجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، مياه الأمطار والبحار والعيون والآبار وغير هذا، الماء الباقي على خلقته. فإن تغير الماء، إن تغير، يعني إذن العبرة بالتغير، إذا تغير الماء بنجاسة ينتقل من أنه ماء طهور إلى ماء نجس. التغير كيف يعرف؟ باللون أو بالريح أو بالطعم، ذوق، تذوقه، مفهوم؟ طيب، ماء البحار الآن تغير الطعم لكن لم يتغير بنجاسة. ماء مثلا عندنا بحيرة فيها أشجار تغيرت لكن لم تتغير، فهو ماء، لكن العصير هل يصح أن يتوضأ بالعصير؟ هذا خرج، ما تقول ماء الآن، تقول ماذا؟ عصير برتقال، صحيح،
لكن عندنا يقال ماء البحر، ماء العيون، ماء الآبار مثلا، فهذا ماء لم يخرج عن كونه ماء، فإذا تغير بنجاسة تغير، فالعبرة ما العبرة التغير. هل هناك حد للماء قلتين وكذا؟ ترتاح من هذه المسائل. الماء القليل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تتحرى فيه ما لا تتحرى في الماء الكثير وارتاح، لأن حديث القلتين يقول لم يصح. فماذا تصنع؟ تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير، لأن الماء الكثير لو سقطت فيه نقطة من البول تؤثر فيه، ما نقاط ما تؤثر فيه، نعم. لكن الماء القليل هو في الغالب يتغير نجاسة، تغير الماء القليل، فأنت تتحرى في الماء القليل ما لا تتحرى في الماء الكثير. الأصل في الماء الآن، هذا الماء عندي الآن، هذا الأخ يقول هذا الماء طهور، وهذا الأخ يقول لا نجس، الأصل مع من؟ احنا نريد ضوابط الآن، الأصل مع هذا، لأن هذا الأصل في الماء، هذا يدعي النجاسة، نقول تعال لابد أن تقيم حجة على هذا أنه نجس. قال نعم، تغير اللون، لكن تغير بماذا؟ بنجاسة، أو تغير الطعم بنجاسة، أو تغير الريح بنجاسة، مفهوم؟ طيب نعم، نمر على المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ذكرنا أن الطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة الحسية تكون بالماء وهو الأصل، والماء ينقسم إلى طهور ونجس. طيب الأصل يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أصول، هذا الأصل تتمسك به دائما. الأصل في المياه طهارة، الأصل في الآنية أخذنا الطهارة والحل إباحة، أنها مباحة الاستعمال إلا ما استثنى الشرع، آنية الذهب والفضة. ذكرنا آنية الكفار ثلاث أقسام، نعلم طهارتها طاهرة، نعلم نجاستها نجسة لابد أن تغسل، نشك ماذا نصنع؟ نتمسك بالأصل وهو الطهارة. الملابس، الحجارة، حجر مثل ما أخذنا في آداب الاستنجاء، هذا وجد حجر في الطريق قال هذا نجس، نقول لا، الأصل في المياه والثياب والحجارة الطهارة، أنت على خلاف الأصل لابد أن تأتي بدليل على هذا. نعم طيب، شك المسلم يقول الآن لابد أن تعرف أن الشريعة جاءت لقطع الشكوك، شك المسلم في نجاسة ماء، ماذا يصنع؟ يبني على ماذا؟ على الأصل، ما الأصل؟ طهارة. الآن أنت شككت في هذا المكان أنه نجس، ماذا تصنع؟ تبني على الأصل طهارة. هذا قال لك هذا الثوب اللي تلبس نجس، لعله من حيوان نجس، ايش تقول؟ الأصل طهارة، وأنت مخالف الأصل أنت اللي تأتي بالدليل، ذهبت إلى البحر وأخرجت شيء من البحر قال لك حرام، ايش تقول؟ الأصل. طيب أخرجته وهو ميت، ماذا تصنع من البحر؟ تأكله؟ إيه نعم نعم، الله يفتح عليك، توضأت بماء البحر وهذا قال لا ماء البحر نجس لأنه تغير طعمه، والطهر ماءه وتغير ليس بنجاسة، نحن نريد التغير يكون بماذا؟
بنجاسة أجلس فتح الله عليه. طيب، تيقن الطهارة وشك في الحدث. الله أكبر، كبر. ثم جاء إلى الشيطان قال: متوضئ؟ قال: تعال نراجع ماذا صنعنا. قال: والله صلينا الفجر. وبعدين هو عندما كبر الآن كبر على ماذا؟ على يقين، كان متيقن الطهارة. إذا ماذا صنع الآن؟ شك في ماذا؟ في الحدث. هو تيقن الطهارة الآن وشك في ماذا؟ شك في الحدث. ماذا يصنع؟ أوقف. لا يلتفت للشك، لو خرج من الصلاة فهو آثم. مفهوم؟ أي نعم. الآن في دورة المياه غسل الذكر، ثم شك في نزول شيء بعد أن استنجى واستجمر، ماذا يصنع؟ لا يلتفت، ولا يلتفت للشك أبدا. هذا مع أنه بعض الناس يقول والله ينزل شيء، يقول شيخ الإسلام التيمية أنه هذا أثر الاستنجاء بالماء، نقطة تخرج. بعض الناس يقول تخرج نقطة، قال شيخ الإسلام قال أثر الاستنجاء بالماء. بعضهم قال لا، أنا تحريت وضعت كذا من المواد بلاستيكية وكذا وتحللت هذه النقطة بول. ما تقول؟ تقول ما قال شيخ الإسلام، يعفى عن يسير النجاسات والحمد لله. والثاني قال أنا تنزل مني هذه النقطة بعد ربع ساعة من الخروج من الحمام، لابد أن ألف أدور أو أطوف حول هذا المسجد مرة أو مرتين مدة ربع ساعة، ثم أرجع لدورة المياه وانتظر قليل تنزل النقطة. هذا موسوس ولا يضر، هذه النقطة ما تضر. مفهوم؟ لأنه بعض الناس يظن أنه به سلس بول وليس به إلا العافية، الحمد لله. نعم اجلس. طيب الآن ذكرناها، ذكرنا أيضا آداب قضاء الحاجة. من يذكرها لي؟ آداب قضاء الحاجة أخوانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أخي يوقف. إيه نعم. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل الحمام، وإذا خرج قال غفرانك، وإذا كان في الفضاء في الخلاء متى يقول الدعاء؟ قبل أن ينزع الثياب، وبعد أن يلبس الثياب يقول غفرانك. تمام. يقدم الرجل دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد والمنزل. وإذا كان في الصحراء في الفضاء ما يقدم ما يؤخر ولا يضع خط. طيب يستتر وجوبا. نعم. هل يبول قائما؟ بشرطين، اختل شرط أصبح البول قائما، حر منهي عنه، أن يأمن من الرشاش ويأمن من انكشاف العورة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في بنيان وفي غير بنيان وانتهى الأمر. ولا يبول في مكان اجتماع الناس، في الماء الراكد، اي نعم، في الظل تحت الأشجار المثمرة، لأن الثمرة تنزل وتترك، وهذا يعني إشكال. حتى في أماكن هذا الأخ هذا انتبه، قال أنا أريد أن أبول في هذا المكان لأنه يجتمع أو أضع شيء من الغائط في مكان احتفال هؤلاء بعيد رأس السنة.